بسم الله الرحمن الرحيم. هنحاول دلوقتي نغطي موضوع الميتاتارسالجيا. الميتاتارسالجيا دي الحقيقه واحده من الموست كومن كومبلينتس في الفوت اند انكل. يعني ايه ميتاتارسالجيا؟ ميتاتارسالجيا يعني بين اكروس ذا بلانت فور فوت بينيس وان اور مور اوف ذا ميتاتارسال هيدز. وبعض الناس ممكن يستخدمها لاي فور فوت بين. يعني هي في النهايه هي مش مرض، هي سيمتوم وليها اسباب كتيره زي ما احنا شايفين. هنقسم الاسباب بتاعتها لثلاث اسباب، يا اما برايمري يا اما سكندري يا اما اياتروجين. السكندري دي بتبقى مشكله يا اما في الميتاتارسلز يا اما في الام بي جوينت يا اما في الانتر ميتاتارسل سبيس. دي لسته باسباب السكندري ميتاتارسلجيا، مشهور جدا منهم المارش فراكشر والفريبر ديزيز والام بي جوينت ارترايتس والنيوروجينيك كونديشنز والبيس بلانس والبيس كيفس. ادي مثلا واحد عيان عنده مال يونايتد فراكشر، دي طبعا فراكشر سكند ميتاتارسل، حصل في دورسال ديسبليسمنت للديستال فراجمنت، فده يعتبر سكند ميتاتارسالجيا. ادي حاله ثانيه عيان عندها سيفير هالوكس فالجس. سيفير هالوكس فالجس ده بيعمل انكومبتنس في الفيرست تري، فده بيؤدي الى ان اللودز بتبقى ترانسفيرد على لسان ميتاتارسل وبيحصل لها الكالوزيتي دي اللي احنا بنسميها ترانسفير ميتاتارسالجيا. اما بالنسبه للياتروجينيك فده بيحصل لو احنا حصل ياتروجينيك شورتن او اليفيشن او ديبريشن للميتاتارسل. الموضوع الاساسي بقى اللي هنتكلم عليه اللي هو البرايمري ميتاتارسالجيا، ده عشان نفهمه لازم نفهم الحته دي. قبل كده اوريكم بس الاكس ريز ديت، ده عيان عامل اوبريشن عشان يصلح الالوكس فالجس. الاوبريشن دي ادت الى مارك شورتنج للفيرست ميتاتارسل، فده طبعا هيشتكي بوست اوبريتفلي من ترانسفير ميتاتارسلجي. طيب ايه الفاكتورز اللي احنا يهمنا ان احنا نعرفها عشان نعرف نفهم البرايمري او البايوميكانيكال ميتاتارسلجي؟ اول حاجه اناتوميكال فاكتور، اول حاجه طول الميتاتارسلز. الميتاتارسلز طولها دايما بيعمل هارمونيوس كيرف. عندنا اطول ميتاتارسل هو السكند ميتاتارسل، الفيرست بيبقى يا اما طوله يا اما اقصر منه يا اما اطول منه حاجه بسيطه، فبنسميها يا اما اندكس ماينس يا اما اندكس بلس يا اما زيرو اندكس. الموست كومن طبعا الاندكس ماينس، يعني الفيرست اقصر بحاجه بسيطه من السكند. واز وي جو لاترالي الميتاتارسل بيحصل لها بروجريسيف شورتنينج. طبعا عشان نقيس طول الميتاتارسل لازم ناخد ستاندرد اكس راي بهذا المنظر زي ما احنا شايفين. بنشوف الكيرف ده او الهارمونيوس كيرف اللي احنا شايفينه هنا او اللي باين برضو في الصوره دي بدون دخول في تفاصيل اكتر من كده. اذر اناتوميكال فاكتورز بتاثر في الموضوع، الانتر ميتاتارسال انجل اللي هي من 0 ل 8 درجات، والميتاتارسال سلوب او الميتاتارسال ديكلينيشن. الميتاتارسال ديكلينيشن ده بيبقى كتير قوي، بيبقى اكتر، بيبقى حوالي 20 درجه في الفيرست ميتاتارسال وبيقل از بيجو لاترالي لغايه لما يوصل حوالي 5 درجات في الفيفث ميتاتارسل. في اذر اناتوميكال فاكتورز بيتاثر في المشكله اللي هي ترانسفيرس انتر ميتاتارسل ليجامنت والبلانتر بليت والتوز، لان التوز تعتبر فانكشنال اكستنشن للميتاتارسل هيدز. والفيرست ميتاتارسل طبعا مهم جدا لان هو المين كارير للود. زي ما احنا عارفين ان اللودز ما بتتوزعش بالعدل بين الميتاتارسل، لا، الفيرست ميتاتارسل ده بيشيل دبل قد الباقيين، فبالتالي لو حصل انكومبتنس الفيرست تري اللودز دي بتبقى ترانسفيرد على السكند والثيرد والفورث والفيفث ميتاتارسل وبيعمل ترانسفير ميتاتارسلجي. الهايند فوت الاينمنت بيفرق، لو الهايند فوت انفالجس ده بيعمل اوفر لود على الفيرست هيد، ولو انفيرس بيعمل اوفر لود العكس على الفيفث هيد. الموشن بتاع الليس فرانك جوينتس بتاثر، طبعا احنا عندنا السنترال اللي هم السكند والثيرد ريز الموشن مينيمال، اللاترال يعتبروا ريلاتيفلي موبايل بيالاو دورسيفليكشن من 10 ل 25 درجه، والميديال بتالاو دورسيفليكشن من 5 ل 10 درجات مع سم برونيشن. لما الليس فرانك جوينت ده بيبقى ارثريتك والموشن فيه بتقل، ده بيزود الكومبلين بتاعت الفور فوت بي. الروكت كونسبت ده موضوع مهم جدا لازم نفهمه عشان نفهم البايوميكانيكال كوزس للميتاتارسلج. احنا بنقسم الجيت سايكل زي ما احنا عارفين، ستانس فيز اللي هو الوضع اللي الرجل بتكون موجوده فيه على الارض، وسوينج فيز اللي هي الوضع الرجل بتكون موجود فيها في الهواء.
ستانس فيز دول هنقسمهم لثلاثه روكرز. اول روكر اللي هو الفيرست روكر، وده بيمثله اللي بيحصل فيه الهيل سترايك. بعد الهيل سترايك او الميد ستانس فيز ده بنسميه السكند روكر. بعد كده البوش اوف في التيرمينال ستانس فيز ده بنسميه الثيرد روكر. وبنشوف الميتا تارسالجيا بتحصل في انهي فيز من دول، لان كل فيز من دول له سبب مختلف. اول حاجه الفيرست روكر، الحقيقه الفيرست روكر الميتا تارسالجيا بتحصل فيه لاسباب ما لهاش علاقه بالفور فوت خالص، ان هو العيان يكون عنده ليمبلانت ديسكريبنسي، ايذر ترو ليمبلانت ديسكريبنسي او فولس نتيجه ان عنده فليكشن ديفورميتي في الني او الهيب. فالعيان ده بدل ما يعمل هيل سترايك ده بيعمل تو سترايك، انه بيبقى عنده انكل كوينس عشان يعوض الليمبلانت ديسكريبنسي، وبالتالي بيعمل تو سترايك. والمانجمنت بتاع الفيرست روكر بتترسلجة هو المانجمنت بتاع الكورس اللي هو كوركشن للليمبلانت ديسكريبنسي او كوركشن للديفورميتي الموجود. طب ما ايه السكند روكر او اللي بيحصل في الميد ستانس؟ العيان دوت بيبدا يشتكي من ميتاترسالجا في الميدل بتاع الستانس فيس، وده له ثلاث اسباب مشهورين: تايد جاستروكنيميس، وزياده في الميتاترسال انجوليشن، والكيفس فوت. فيبقى العيان ده بيشتكي من ميتاترسالجا، انما المشكله بتاعته ان عنده تايد جاستروكنيميس، والمانجمنت بتاعته هو جاستروكنيميس ريليز. طيب دي نفرقها ازاي؟ نفرقها بمكان الكيراتوزس اللي موجوده في السول اوف ذا فوت، زي في الصوره اللي فاتت هنلاقي الكيراتوزس دي موجوده فين؟ جاست بلانتر للميتاتارسلز هيد اللي اللود زادت عليه. الثيرد روكر ده بيحصل مع البوش اوف، او ما نسميه بالبروبالسيف ميتاتارسلجا. اللي فاتت دي سميناها ستاتيك ميتاتارسلجا، انما دي بنسميها بروبالسيف ميتاتارسلجا، وده بيحصل نتيجه ان في لونج ميتاتارسل. وهنا الكيراتوزس مش هتبقى بلانتر للهيد بتاعت الميتاتارسل، انما هتبقى بلانتر اند ديستال. فمكان الكيراتوزس هو اللي بيفرق لنا بين اشهر نوعين في الميتاتارسلجا، اللي هما بروبالسيف ميتاتارسلجا والستاتيك ميتاتارسلجا. طيب الميتاتارسلجا دي بتؤدي الى الكيراتوزس زي ما قلنا، ممكن يحصل بلانتر بليت رابشر، وممكن مع الامور تتطور يحصل ام بي جوينت ديسلوكيشن. اسسمنت لازم بروبر اسسمنت للعيان ده، لازم الالاينمنت بتاع اللور لين بيبقى اسست كويس جدا، لازم نشوف اللين بلانث ديسكريبنسي، لازم نشوف الشيب بتاع الفوت، هل في بيس بلانس او بيس كيفس. لازم نعمل بروبر اسسمنت للفيرست راي، هل في هالوكس بالجس، هل في انستابيليتي للفيرست ام سي جوينت، نشوف التوز هل فيها ديفورميتي ولا لا، ولو لنا ديفورميتي هل هي فيكسد ديفورميتي ولا ريديوسبل ديفورميتي. نشوف البلانتر كالوزيتيز اللي قلنا زي ما اتفقنا، الاستاتيك هتلاقيها ديفيوز واندر ذا ميتاترسال هيد، البروبالسيف هتلاقيها لوكالايزد اند اكستندنج مور ديستال. ازاي ناسس فور تايد جاستروكنيميس؟ بالتست طبعا اللي احنا عارفينه كلنا جدا دوت، اللي هو اسمه ايه؟ سيلفر سكيولد تيست. زي ما احنا شايفين العيان دوت عنده ليميتد دورسيفليكشن ان فول اكستنشن، لكن لما نتني الركبه بالدورسيفليكشن بيتحسن، يبقى على طول العيان ده عنده تايت جاستروكنيميس، والعيان ده محتاج جاستروكنيميس ريسيشن. المانجمنت كونزرفاتيف تريتمنت، في شو موديفيكيشنز، في مانجمنت الكالوزيتيز، فيزيكال ثيرابي وستريتشنج اكسرسايزز لو تايت جاستروكنيميس. ادي اكزامبل ستريتشنج اكسرسايزز للجاسترو للتايت جاستروكنيميس، وادي الميتاتارسال بادز دي بتساعد بتقلل البين، والروكر بوتوم شوز برضه ممكن بتقلل الميتاتارسال بين. طيب لو الكلام ده ما جابش نتيجه بنلجا للحل الجراحي. الحل الجراحي لو عندنا بلانتر بليت رابشر بنعمل له ريبير، لو عندنا تايت جاستروكنيميس بنعمل لها جاستروكنيميس ريسيشن زي ما هو باين كده، لو او نلجا للاستيوتوميز، لو عندنا بلانتر انجوليشن للميتاتارسل فاحنا ممكن نعمل كلوزنج ويدج اوستيوتومي نصلح فيه الانجوليشن، ودي قلناها انها سبب من ضمن اسباب الاستاتيك ميتاتارسالجا. لكن لو عندنا لانتنينج فاحنا بنقصر الميتاتارسل الطويله عن طريق ان احنا بنحسب الطول بتاعها بالظبط قد ايه، ونشوف احنا عايزين نقصرها قد ايه،
ونقصرها بالاوبليك اوستيوتومي دي اللي اسمها ويل اوستيوتومي. تفاصيل الاوستيوتومي ما تهمكوش قوي، انما لازم تعرفوا ان الاوستيوتومي دي لو احنا عملنا ماركت شورتنينج ممكن يحصل ترانسفير ميتاتارسالجيا، ممكن العيان يحصل له حاجه اسمها فلوتنج توز. يعني ايه فلوتنج توز؟ ان الصوابع دي تبقى دورسي فليكسد، وده طبعا بيحصل لو احنا عملنا ماركت شورتنينج، بحيث ان السنتر اوف روتيشن بتاع السنتر اوف روتيشن بتاعت الام بي جوينت هتروح مور بلانتر، وبالتالي الانترنسك ماسلز بتفقد قدرتها كفليكسور الام بي جوينت، وبالتالي يحصل دورسي فليكشن. عشان كده العمليه دي ليها ليميتس في الشورتنينج بتاع الميتاتارسس. شكرا.